وعدم اعلان سامعني تمشي بيتم رفع السعر ده. هتواجهوا ده ازاي؟ احنا عاملين محضر عدم اعلان دلوقتي واللي همر وانا كل يوم هنا واللي هلاقيه شال سعره هاجي برضه مش بعربيات حاجه عادي هعمل له محضر عدم اعلان ومحضر عدم اعلان دلوقتي طبعا حكم جامد على اي واحد يشيل العلم.